وسط إقبال لافت من الناخبين اختتمت مساء اليوم عملية التصويت في اليوم الرئيس لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وذلك عبر التصويت عن بعد من داخل الدولة وخارجها، والتصويت الإلكتروني في 24 مركزاً انتخابياً موزعة على جميع مناطق الدولة. وانطلقت عملية التصويت الإلكتروني في مراكز الانتخاب في تمام الساعة 8 صباحاً إلى جانب التصويت عن بعد من داخل الدولة وخارجها، والتي انتهت قبل قليل في تمام الساعة 8 من مساء اليوم بتوقيت دولة الإمارات، حيث شهدت المراكز الانتخابية على مستوى الدولة إقبالاً لافتاً من أعضاء الهيئات الانتخابية منذ بدء عملية التصويت، ما يعكس الوعي والمسؤولية الوطنية لدى المواطنين بأهمية المشاركة السياسية والعمل البرلماني.